في ظل جولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الخليجية، عقد اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد غرف الإمارات وغرفة أبوظبي ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي بمشاركة جهات حكومية وخاصة وأصحاب أعمال، وتم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البلدين. ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي الذي أقيم في أبوظبي يركز على القطاعات الواعدة والتنموية وعلى إيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الكبيرة المتوفرة في ظل ما تطرحه الرؤى الاقتصادية المستقبلية للدولتين. رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان أوضح خلال الملتقى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع 16% إلى 24 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، لتأتي الإمارات خامسة من حيث الصادرات وثالثة من حيث الواردات للمملكة، مشدداً على أهمية توقيت انعقاد الملتقى وضرورة استثمار مخرجاته من قطاعي الأعمال في البلدين لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات. من جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الإمارات عبد الله المزروعي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المملكة من 20 مليار دولار عام 2014 إلى 28 مليار دولار خلال 2020. العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والإمارات علاقات قوية ومتينة شهدت توسعاً في 2016 بإنشاء مجلس التنسيق كمنصة للتشاور والتنسيق لمناقشة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين. أديان حماد، الإخبارية.